السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. مرحبا بكم معنا في هذا لا فيديو جديده. في هذا لا فيديو ان شاء الله غنتكلموا على كاميرا للناس اللي يلاه بادين، ما كيكونش عندهم حد بيدجي اللي هو طالع. هذا الفيديو ليكم ان شاء الله. اليوم غنعطيكم كاميرا اللي ما كديباسيش واحد البيدجي ديال 1900 درهم، وكتعطي واحد لا كاليتي مزيانه، وميم طون من لا مارك اللي معروفه اللي هي كانون. ثاني حاجه لي زوبجيكتيف ديالها موجودين، لي زوبجيكتيف ديالها موجودين في السوق بزاف. هذه الكاميرا اللي غنتكلموا عليها اليوم ان شاء الله هي كانون 1100 دي، كانون 1100 دي من الشركه ديال كانون. غنتكلموا على المواصفات ديالها باش كتمتاز الكاميرا، وبزاف ديال الحوايج ان شاء الله. غنتكلموا على 1100 دي و 1100 دي. 1100 دي هي واحد الكاميرا من الشركه ديال كانون اللي دي سي ال ار، ماشي ميرورليس. دي سي ال ار هما اللي عندهم الكابتور كطلعوا عندهم الميرور قدام الكابتور ديالهم، ما عندهمش ميرورليس الكابتور ديريكت. فهاد لا فيديو ان شاء الله غنحاولوا نتكلموا عليها ونفصلوا فيها اكثر. هذه كانون كتجيب 12 ميجا بيكسل، لا فيديو فيها كيتصور اتش دي ماشي فول اتش دي، ايزو عفوا كيطلع فيها من 100 حتى 6400. كاميرا ليكرون ديالها فيكس ما كتحركش. لي بورت اللي كتوفر عليهم كتوفر على بورت ديال اتش دي مي، بورت ديال تيليكوموند، بورت باش انك ترونسفيري ليماج للبي سي ديالك. هاد الكاميرا ما فيهاش بورت الميكروفون، الناس اللي بغاو يسجلوا لا كاليتي ديال الصوت تكون مزيانه ما فيهاش بورت الميكروفون، ما غتخدمش ليكم لهاد البلان. كاميرا الموني ديالها باش انك تنقل فيها ساهله بزاف، لي توش داكشي باين كيف ما معود انا كانون كتخدم داكشي زوين. فيها فلاش ديالها اللي يمكن لك، فلاش ديالها اللي كيمكن لك تصور به، فلاش ديالها اوريجينال لاصق فيها زعما ماشي اكسترن، وراه فيها بورت انك تركب لها فلاش اكسترن. هاد الكاميرا كتخرج بهذا لوبجيكتيف بالثمن اللي قلت لكم ديال 1900 درهم. تقدر تلقى بقل، ولكن لي طا ما تلقاش نقيه. ديما انا تنقول لكم فيما تبغيو تاخذوا شي كاميرا ركزوا على اول حاجه لي طا ديال الكاميرا تكون نقيه. في حالي دي مثلا في حالي جديده يقول لك مثلا شي واحد انا لقيتها بقل، ولكن الكاميرا ما غتلقاهاش بواحد لي طا اللي هي نقيه اللي غتضرب معاك مده طويله بدون مشاكل، وغتبقى تقدر تعاود تبيعها من بعد وما تطيحش فيها. إن كنصح ان الناس اللي يلاه بادين باغي يبداو كاميرا مزيانه ب 1900 درهم ما تدفعش فيها، خذها غير بالستوندار في الاول، ومن بعد بغيت تزيد لها شي اوبجيكتيف شي فيرسيون 2 ديال الانويت بشي 800 درهم تقدر تلقاه حتى ب 700 درهم، غتلقى واحد لاكاليتي اللي مزيان. اما الستوندار كبدايه راه لوبجيكتيف مزيان. الكاميرا من ناحيه لاكاليتي ديالها راه شارب في ليماج ديالها. غتلاحظوا ان الجوده ديالكم باش غتاخذوا هذه الكاميرا مثلا كتنقل من كاميرا اللي هي فيها غير لا فوتو، الكاميرا فيها لا فيديو فوتو. هاد الكاميرات اللي كيخرجوا لا فوتو لا فيديو كيكونوا في كانون فيرسيون 1 جداد. كاين الكاميرات اللي كيخرجوا غير لا فوتو مثلا بحال كانون 40 دي، بحال كانون 400 دي، هادو كانوا كاليتي ديالهم ناقصه. هاد 1100 دي كاليتي زوينه، ولا خديتي لها من بعد شي اوبجيكتيف مزيان غطلع لك شي حاجه واعره، وميم طون ما غتعطيش واحد الفلوس اللي هي كثيره في كاميرا اللي انت مثلا كتستعملها كاستعمال شخصي. غتعطي واحد المبلغ اللي هو مبلغ اللي زعما ما غاليش بزاف، وغتاخذ كاميرا اللي هي بروفيسيونيل مواصفات اللي هي مزيانه. لا باتري ديال هاد الكاميرا كيشد لكم تقريبا شي 300 فوطو. لا باتري ديالها ال بي او 10 باتري موجود في السوق اللي بغى يزيد ليها دو باتري. هاد الكاميرا شنو كيمشي معاها؟ كيمشي معاها الشارجور ديالها لوبجيكتيف 1855، وهذا الشيء اللي كيكون معاها. كاميرا زوينه، كنصح الناس اللي يلاه بادين، الناس اللي برو ما تخدمش لكم كاميرا هذه، ما تخدمش الناس اللي بروفيسيونيل، تخدم الناس اللي ديبيتون، الناس اللي يلاه داخلين باش انهم يتعلموا ويطلعوا واحد لاكاليتي اللي مزيانه، ومن بعد يديفلوبي في لاكاليتي ديالهم. هذا الشيء اللي كان في هذا الفيديو، نتمنى تكونوا استفدتوا معنا. والناس اللي كيبغوا لي زاباغاي يتواصلوا معنا، كاين دوطخ موديل شي حاجه اللي هي بروفيسيونيل اكثر. داك الشيء اللي بغيتو ان شاء الله غتلقاو عندنا. وهذا الشيء اللي كان في هذا الفيديو، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.